معظم الناس اليوم فقدوا معنى الخطيئة حتى أنها أصبحت غير موجودة، بما فيها مخالفة وصايا الله ورسومه وتعليم الإنجيل والكنيسة، وأصبح العالم خاليا من الخطيئة، فلا القتل خطيئة ولا السرقة ولا الفساد ولا الضغينة ولا البغض ولا الكبرياء ولا حب النزاع ولا التعدي على حقوق الغير ولا الظلم ولا الاستبداد ولا الكبرياء ولا القهرة ولا القهر. هيدا مش خطيئة، هيدا مشي. لذلك لا توجد توبة ولا شعور بندامة ولا صوت ضمير يردع ويدعو إلى الإصلاح. هذا هو مكمن أزماتنا في لبنان سياسيا وأخلاقيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. السبب هو فقدان معنى الله والابتعاد عنه وجهل شريعته الموحاة في الكتب المقدسة وتلك المكتوبة في الطبيعة نفسها. والجرم الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممن تطرح أسماؤهم للترشيح. فمن أين حق الفيتو؟ ومن أين الحق في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار فتعالوا بتجرد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليا وخارجيا، وصوتوا يوميا كما يقتضي الدستور، فيتم انتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة. والجرم الجرم الذي يرتكبونه هو إفقارهم للشعب يوما بعد يوم، وقتله بجوعه بتجويعه ومرضه وحرمانه وانتحاره وإذلاله وإقحامه على هجرة الوطن. والجرم الجرم هو تفكيكهم أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية وإداراتها العامة، وإهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافق البحرية والمطار وأبواب التهريب. طبعا في ذهنية جميع المسؤولين عن هذه الأوضاع لا يوجد أي شعور بالخطيئة أو إقرار بها أو وخزو ضمير. هاي المشكلة. إننا نرحب مع الكل بالتقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية واستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام 6 سنوات بسبب عدم احترام سيادة كل من البلدين والتدخلات في شؤونها الداخلية، الأمر الذي وتر العلاقات والأجواء الداخلية والإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض بلدان الخليج. إننا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في خط المصالحة السياسية، وكم نتمنى ونرجو أن تحصل عندنا في لبنان وصولا إلى استعادة هويته الطبيعية، أي حياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية، لكي ينصرف لبنان إلى الدفاع عن القضايا العربية المشتركة وحقوق الشعوب والعدالة والسلام
ولكي يكون لبنان مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات، وهذه دعوته التاريخية. نحن نرجو في زمن الصوم أن نجمع النواب المسيحيين ورؤساء كتلهم في يوم رياضة روحية بس بعيد عن السياسة، يكون يوم صيام وصلاة وسماع لكلمة الله وتوبة ومصالحة خلال هذا الزمن المبارك، استعدادا للعبور إلى حياة جديدة مع فصح المسيح. إننا نضع هذه الأمنية في عهدة العناية الإلهية وشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان، رافعين المجد والشكر للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين.